2025، شنو هو الجديد، شنو النجم نعرفه من نقاط على المسألة هذه؟ تفضل. شكرا لك ابتسام. أنا أعتقد أنه قانون المالية لسنة 25 أو مشروع قانون المالية لخمسين سري في الإجراءات الجديدة، برشا حاجات جديدة ومهمة. طبعا المسائل اللي ترقلها، اللي مثلا كناخذ جدول ضريبي أكيد نرجعوا نحكيوا عليه برشا تمام. مثلا كيف ما كان نراجعوهاش برشا في السياسة الجزائرية التونسية، معناها منذ سنة 1990 مع برنامج الإصلاح الهيكل اللي سقط عليه تونس عام 86 واللي أفرز على ما يسمى إصلاحات جبائية، بدلنا على أثرها سنة 1990 جدول ضريبي. منذ ذلك الزمن 35 سنة نحكيه، بدلنا جدول ضريبي مرة بعد سنة 2017. علاوة على ذلك هي مسألة مهمة جدا، معناها مرافعات مهمة على مستوى الجبائي، فأعتقد أنه الإجراءات الجبائية مهمة، جابت نوع من النفس الجديد على السياسات الجبائية التونسية منذ ذلك زمان في حقيقة الأمر. خاطر كان نحكي على مستوى الاقتصادي البحث، نعرف على مستوى السياسي نجم نحكي مثلا على العشرية، لكن على مستوى اقتصادي نحبط أكثر نحكي على مستوى الزمن من 86 إلى يوم الناس هذايا، وهو حسب تقديم السياسية العمومية التونسية خاصة في مادة الجباية وأيضا في المالية العمومية تتبع في خيار في نهج نجم نسميه نيوليبرالي، وكانت مؤسسة المالية العالمية لعبت دور أساسي وجوهري في بلورة الخيارات هذية، وكانت الخيارات هذية في الحقيقة في صلب تدخلها على مستوى كل الضرائب على أساسها وعلى رأسها ضريبة على الدخل وضريبة على الشركات. جوهر تدخلها كان في كل مرة إضعاف تصاعدية السياسة الجبائية التونسية. يمكن باش نفسر أكثر المستمعات المستمعين متاعنا معنى التصاعدية، هو في الحقيقة وقت اللي أصحاب الثروات العليا وأصحاب الدخل العالي يخلصوا نسب جبائية أعلى من غيرهم من دافع الضرائب اللي هما على مستوى أقل سواء في الدخل أو الثروات. دونك هذا المعنى سهل جدا على مستوى الفلسفي ثم على مستوى التقني. نشوف تداعيات ذلك على مستوى الضريبة على الدخل على سبيل المثال. دونك لأول مرة منذ ذلك الزمن في إصلاح نمشيو الاتجاه العكسي، أي نمشيو في تعزيز التصاعدية. خلنا نرجع أكثر لهنا للسياق التاريخي باش الناس تفهم وتتبع أكثر. سنة 1989 قبل مخرجات برنامج صندوق النقد الدولي، تونس كان لها جدول ضريبي في 16 شريحة، وكان فيه تدرج على مستوى النسب الجبائية أكثر برشا حتى من المقترح الحالي للحكومة. وكانت النسبة التي تنطبق على الشريحة العليا كانت على مستوى 68%، باش تنطبق شريحة عليا كانت في سنوات 80 80,000 دينار فما فوق، معناها لربما كان نعملوا ميزاجور نتاع الشريحة هذه حسب تطور نسبة التضخم من وقتها لتو نحكي وأدخل شعلين اليوم على جدول ضريبي الشريحة العليا فيه 488 مليون. ثم تدخل صندوق النقد الدولي وبالفلسفة النيوليبرالية فدمر تصاعدية الضريبة على الدخل في تونس وفي بلدان الجنوب بصفة عامة، فأصبح لنا جدول ضريبي كان عندنا فيه 16 شريحة ولا فيه 6 فقط في المرحلة الأولى، وخاصة وما هو جوهري هو انه دمرنا هالآلية هذه اللي هي كانت مباشرة تقلص الفارق الاجتماعية على مستوى الدخل. كيفاش هذا؟ خلينا اصحاب الدخل العالي واللي يخلصوا اقل برشا ضرائب، لانه من يوم الشريحة العليا اللي هي نعاود نقول مرة اخرى تخش عليها 488 مليون ننزلوا بها 50,000 دينار فقط، ومن نسبة عليا كانت 68% ننزلوا بها 35% ثم في المقترح نتاع اليوم 40%. دونك نفس الشيء عملنا في 2017، المره الوحيده اللي بدلنا فيها جدول ضريبي كان نفس الفلسفه ونفس العناصر المؤثره اللي كانت وراء الاصلاح، ما يسمى الاصلاح الجديد بين فرانك في الحال. لعبت الدور نفس الدور اضعاف اكثر في السعوديه، فقلصنا من 6 شرائح الى 5 شرائح. دونك اليوم والحاجه لازم نقولها مهمه، انه لاول مره نسترجع الفلسفة التصاعدية في سياساتنا الجبائية منتنا إلى أي مدى، وهل يستجيب ذلك للرهانات الحيوية للمالية العمومية وأكثر المالية العمومية للمواطنين وين قد يجيبوا فيها اليوم؟ هذا سؤال لازم نطرحوه حسب تقديري، مش للدرجة الكافية. علاش؟ لأنه
كنا نغزر الامور معناها من ناحيه اولا المردوديه الماليه والاقتصاديه. نشوفوا انه حسب من اهم المصادر العالميه في رصد الفوارق الاجتماعيه اللي هو World Inequality Database يقول انه 1% من التوانسه اللي عندهم اعلى مستوى دخل 1% فقط، كان نحسبوا مجموع مداخيلهم نلقاوها تمثل 10.9% من اجمالي مدخول التوانسه الكل. مانتنو كي نشوفوا 10% اللي عندهم اعلى مستوى دخل محصول مداخيلهم اكثر من 40% من اجمالي دخل نتاع التوانسه، طونديسكو 50% اللي ندخلوا اقل معنا اضعف مستوى الدخل 50% نص التوانسه يمثل محصول مداخيلهم 16% فقط. دونك كي ننطلقوا من الشماعة هذايا اولا تاع كونستات انه فرق اجتماعي على مستوى فظيع جدا وهذا عندنا انعكاسات اقتصاديه ونجم نرجع من بعد نبين كيفاش. ثم نراو ايضا المردوديه الجبائيه وين لازم نوجه النسب الجبائيه. دونك لهنا الجدع اللي كنت نحكي فيه هو 1% او 10% صحيح عدديا هما اقل لكن على عندهم المستوى المداخيل على مستوى عالي جدا بيخلي وكان المردوديه الجبائيه نجم تنعكس وقت على الكيس نتاع الدوله. بالتالي شنو كان مطلوب حسب تقديري؟ هو ضريبه تصاعديه على مستوى اعلى بكثير. انا قبيل ذكرت المثال التونسي كيفاش كان تونس تمشي قبل برنامج تصليح الهيكل. نجم ناخذ مساله اخرى ان كانت تاريخيه او حينيه. الولايات المتحده الامريكيه سنوات 60 70 80 سنوات 60 مثلا كان عندها جدوى ضريبي فيه 26 شريحه وكانت النسبه اللي تنطبق على الشريحه العليا 91%. بس كنت تعرف مش قاعد نحكي على بلد شيوعي فولي سليميت كاريكاتيرال انه جو بريسيز. كان ناخذ مثال واحد اخر حيني اليوم مثلا القوة الأولى السياسية في فرنسا اللي هو تحالف بين أربع أحزاب وتقدم الناخبين الفرنسيين في الانتخابات التشريعية وانتصر بالرغم من أنه مش قاعد يحكم هذا مسألة أخرى مش نقولها اليوم لكن البرنامج اللي تقدم به التحالف هذا هو جدوى ضريبي فيه 14 شريحة والنسبة العليا فيه 90%. يعني ونختم لربما انا خاطر لانه المساله هذه خدمت عليها ماليا طيله السنوات الاخيره على الاقل في الدراسات اللي خدمت فيها نذكر اخر واحده فيهم مع منظمه اوكسفام وداير بنعرفوا عن عامين او بلوتو عامين ولا خرجنا الدراسه هذه ونطالبوا بنسبه على مستوى 75% النسبه العليا نحكي لها مره اخرى. دونك حسب تقديري جيد انه اولا على مستوى الشرائح اللي عندها اللي تخص دخل الضعيف جيد انه خفضنا في الضغط الجبائي وهنا تفاعلا مع اللي كنت تحكي معاه. دونك حسب الارقام تاع وزاره الماليه اللي عنده دخل خام شهري على مستوى 3 مليون هذا الرقم اللي طلعت عليه في الوثيقه هذا بليتو باش يربح من الاصلاح هذا اللي باش يخلص اكثر هو ابارتير من 3 مليون تدريجيا بطبيعه الحال. دونك هذا هو انا حسب تقديري وقت اللي اليوم عندنا مثلا معدل لي سالير دو بي دي جي نتاع البنوك في القطاع الخاص على مستوى 1 مليون دينار ما نجمش نكتفي ب 50,000 دينار فقط. معناها هذه شريحه ضعيفه جدا لا 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 لا, لا, لا تضمن مساهمه عادله لاصحاب الدخل العالي وهو المعنى الحقيقي للعداله الجبائيه. لازمنا نكون واعيين بذلك. صندوق النقد الدولي افرغ تصاعديا من محتواها في نظره ورؤيته الاقتصاديه في الحاله النيوليبراليه منسجم في ذلك مع كل السياسات الماليه والنقديه وغيره لاهدافه الخاصه به. لكن بالنسبه لنا كمصلحه عامه اذا كان الخط نتاعنا هو خط تقويه المياه الذاتيه والتحرر التدريجي من التدين الخارجي وتبعاته وانعكاساته ونوتامون دونك هنا استيراد السياده نتاعنا في تقرير مصيرنا فضروري وقتها الايجابات نتاعنا تكون على مستوى تطلعاتنا على مستوى الرهانات وعلى مستوى الازمه اللي نتخبطوا بها. بالتالي انا حسب تقديري كان من المفروض انه وهو بطبيعه الحال زي المشروع فانا معناها ان شاء الله النواب مثلا يلعبوا دور تعديلي في الاتجاه هذا واضح حتى يقدموا اكثر في التصاعديه نتاع الضريبه. امين بوزين ذكر حاضر معنا عبر الهاتف باحث في السياسات الجبائيه والماليه. فقط تفاعل من طارق الكحليوي قبل ما نختم معاك، تفضل طارق. مرحبا امين. هو الحقيقه انا نحب نسالك زوز اسئله لانه الكلام اللي قلته مهم جدا لانه ما نخرج من جانبك جوستومون كما قال خليفه قبيله المحاسباتي وكذا ونمشيو للجانب السياسات العموميه.
وخاصة تأثير صندوق النقد الدولي في سياساتنا الجبائية من برنامج الإصلاح الهيكلي والانتاجي. زوز أسئلة هما التاليين. الأولاني ساعة، أنتم في الدراسة اللي عملتوها في التابعة لوكسفام، منين يبدأ الجدول إذا كان نعمله جدول جديد يعني، منين يبدأ متاع 1% ومنين يبدأ متاع 10%؟ هذا السؤال الأولاني. يعني السيمولاسيون اللي عملتوها أنتم، منين يبدأ 10% اللي قلت اللي هم عندهم 40% من الدخل العام، ومنين يبدأ الواحد اللي عندهم 10% من الدخل العام؟ النقطة ترى لحظة أمين خدر مش نسمع فيك، كيفاش قلت لي؟ قلت لي على مستوى النسب تحكي أنت. أي على مستوى النسب مثلا، كيقولوا تو نحن 50,000 دينار في البروت، هذاك يخلط لي لك 10% اللي قلت عليهم والواحد في المية اللي هم الأعلى وإلا لا؟ النقطة الثانية، أنا نعرف منيح أنت كي تخدم حتى على السياسات الجبائية تغزر لها مش من زاوية تقنية متاع السياسات الجبائية، بل تغزر من منظور التنمية بشكل عام، مش فقط من السياسة الجبائية والحاجات اللي تكتب فيهم في الاتجاه هذي. كيفاش نربطوا هالعدالة الجبائية هذية جستمو بالمشروع العام التنموي؟ يعني هل نجمو نعملوا سياسة جبائية منفصلة على منوال تنموي عام وإلا لا؟ وكيفاش يكون المنوال التنموي المتوائم مع سياسة جبائية عادلة؟ تفضل أمين. أسئلة مهمة. سؤال ثاني خاصة يمكن يطلب ثلاثة شوية عم نحاول نلخصه سريعا. نطلق سؤال مهم جدا، شكرا طارق على التفاعل. بالطبع سياسات جبائية منتصفة اتساق هيكلي بالمنوال التنموي بشي تعامل، كيفاش ذلك؟ إذا كان مثلا دولة تقرر استرجاع دورها الاجتماعي وترجع على مستوى المالي، طبق في سياسات تسمى فولونتاريست، أي تعكس عكس السياسات الحالية أو الباراديغم نتاعها اللي هو التقشفي. دونك نرجع نعولوا على خدماتنا العمومية من الصحة، التعليم، النقل وغيره. هذا يتطلب سياسات جبائية نرجع بها دونك على مستوى تصاعدي، على مستوى تكريس العدالة الجبائية في شكل يجب يكون مهم جدا. إذا كان نحن في الباراديغم الحالي شنو هو باراديغم نيوليبرالي؟ هو كل شيء ميزه كل شيء على القطاع الخاص، بالتالي هذا يترجم جبائيا بسكورة نقدية، تدمير تصاعدي الضريبة على الدخل والنزول بالنسبة الجبائية التي تنطبق على المداخيل العليا بشكل كبير ياسر. علاش ذلك؟ للتعويل على الاستثمار الخاص وتشجع أصحاب الدخل العالي أنهم هما يخلقوا الثروة. كذلك شأن سبل الضرائب الأخرى والضريبة على الشركات المهم أيضا يظهر لي نطرقولها. دونك بالطريقه هذيك في حال سياسات الجبائيه تمشي بالنهج هذا النيوليبرالي، وشفنا نتائج نتاعو في حال من تدهور الخدمات العموميه ومن فقدان المصعد الاجتماعي اللي خدمت الدوله التونسيه، ولو الدوله التونسيه كانت اكثر في الوقت ذاك يسولو رياليزيه، لكن تبنات على دولتها وعلى خدماتها العموميه بسياسات ماليه مختلفه فولونتاريست. ماتنون في الظرف الحالي طارق، نحن تو أحرش كتير كبير على الزمن الاقتصادي، نجم نحكي زاد انطلاقا من 2020، لأن منذ 2020 تونس والسياق العالمي تحت تأثير صدمات خارجية متعلقة بكورونا ومتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، ونحن كدول جنوب وتونس تمثلنا منهم برشا. ونحن بالتحديد اليوم في رهان كيفاش نسترجع النمو الاقتصادي بطبيعة الحال. هذا الكل جير في ظل أزمة هيكلية، معناها تونس من 2011 ل 2019 تعرف في معدل نسبة النمو على مستوى 1.7% فقط. دونك نحن ديجا كنا في حالة متأزمة، جات الصدمات الخارجية وأثرت علينا برشا. في السياق هذايا الدول الشمال أعطت للوحة الحصرية باش تعمل بالظفرين معنى الكلمة التقنية هذية، معناها هي الدول اللي كانت تفرض سياسة تقشف على شعوبها وعلى كل العالم، لكن في الوضع هذاك حسيت أنها ضروري أنها تنجيك فلوس هي كدولة بالاستثمار العمومي في الاقتصاد الوطني حتى يتعافى ويبدأ تعافي نتاعو. دونك هذا إيش عملوه الألمان، هذا إيش عملوه الأمريكان، كل أكثر دول العالم تشدد في التقشف وعيا منهم دونك لا خروج من الأزمة ومن حالة الركود الاقتصادي من غير ما تتدخل الدولة باستثمار عمومي. شفتوا الأمريكان وزعوا الشيكات على الناس، شفتوا دي بلان دو ريلانس تري زو باسيو على مستوى وين الدول لا اورينتي لانفستيسمون بوبليك نتاعها ترانزيسيون انرجيتيك وغيرها. دونك هذا اللي بالنسبه لنحن رهان حيوي في تونس، وهذا اللي ناقص يعني مساله الاستثمار العمومي. امين، هذا اللي تحب تقوله؟
الاستثمار العمومي هو اللي مازال ناقص في مستوى تدخل الدولة في الاستثمار. أبسوليمان، وهذه العلاقة المتصلة مع السياسة الجزائرية طارق. اليوم إذا كان احنا لازمنا كيما دول الشمال نعمل أن بلان دو رولونس، راهو عملنا 0.4% تو دو كروسونس. فول رياليزي سي تريبو، معناها باش نخرجوا من الأزمة هذه دونك ضروري أن الدولة تدخل. ما عندناش حل آخر، مي فو با سو فير دي زيليزيون أن القطاع الخاص وحده باش يجبدنا من الأزمة هذه بالباراديد ونتاع نعطيه التحديدات. دونك هنا جزئيا خروجنا من الأزمة يقتضي توفير موارد ذاتية على مستوى مهم قادرة أنها تخلي الدولة تعمل بلان دو ريلونس يولي وقتها بازي أوسي على الانفستيسمون بوبليك. لهنا لوزوريزون الكلين تراه سيعبيل بريد وقت يتحقق على الفلاحة. لازمنا وقت نلموا الاستثمار العمومي واللي قادرين أنا حسب تقديري أنه نلموا من الأموال المهمة نوريونتيوها في القطرات اللي عندنا ورافعات اللي عندنا في الاقتصاد الوطني وعلى رأسها الفلاحة. بالطبع نظرة فلاحية زراعية يكون توجه السيادة الغذائية. دونك هذا من شأنه أنه على مستوى الاقتصاد يعملنا أن في دونترينمون باش يخرجنا من الأزمة، ثم بالطبيعة نعملوا حاجات انتريسونت في الاصلاح هذايا حتى نحقق اكثر السياسه الجزائريه. امين بوزيان دي بنعاود نذكر بحث في السياسات الجبائيه والماليه، حاضر معنا تو عبر الهاتف. تفاعل من خليفه شوشين، تفضل خليفه. هو نحب نستفيد اكثر ما يمكن من وجود من معنا. انا ثم زوز مسائل. اولا في مستوى الشرائح والضريبه التصاعديه، هل انها تشمل جزء، لانه البارح تقريبا صارت معركة هاني في الفيسبوك اللي جزء من الأساتذة الجامعيين معناتها انتفضوا البارح، لأنه قالك تبدأ تقريبا من زوز ملايين معناتها تم الترفيع عليهم الشريحة هذه. أي في النات، في النات هذا الإجابة الأولى، في حين أنت قلت من 3 ملايين ومئة هلهم برسيب ما تشملهمش. النقطة الثانية، أنا حبيت نسهل على مسألة مهمة جدا اللي هي تتعلق بمسألة هذه التدين الداخلي، لأنه ثم لأنه البارح ما كتعرف في علاقة بالضريبة التصاعدية صارت عركة اقتسام الفقر أو اقتسام الثروة، صارت العركة هذيك ما كتعرف. المعارك الاقتصادية تتحول إيديولوجيا إلى مصطلحات. احنا تو مشينا إلى اقتسام الفقر وحتى الناس اللي عندهم شوية مش نفكرهم. النقطة الثانية، هل أنه التدين الداخلي اللي قاعد يصير هذايا واللي لاحظنا على الأقل في الميزانية هذايا اللي التعويل على التدين الداخلي أكثر من كذا، بالفعل هل أنه مؤثر مباشرة على ما يسمى بتمويل الاستثمار الداخلي التونسي؟ الفلوس اللي قاعدة تاخذ فيهم الدولة من البنوك، هل أنها كانت بالفعل موجهة للاستثمار الداخلي التونسي وتشجيع المستثمرين؟ أمين بوزيان، ما قعدناش برشا وقت، في دقيقتين كنت نجم تحاول تعطي حتى وقتي نحب نفهم سي عبيد اللي يحب يتفاعل معانا، يتفضل أمين. شكرا خليفه. بالطبع الاستثمار معناها التدين الداخلي معناها يشكل ضغط مباشر على الميزانيه العموميه، الانكريس الاولاني نتاعو انكريس مالي، معناها وقت اللي باش نتسلفوا اسيو بوان لاي فودرا رومبورسي اوسي افيك دي تو دانتيري اللي هم على مستوى عالي. المساله هذه تحيل الى قانون استقلاليه البنك المركزي الذي وجب مراجعته في اقرب الاجال. ماهوش معقول ان البنوك معناها متدخل من عندها داخليا بنسب العالي هذا، ماهوش معقول، وهذا قرار سيادي سياسي بيدنا نجم نبدوه ولازم نبدوه اليوم قبل الغدو. ويخلي هذا كيفاش نبدوه؟ يخلي انه الموارد الاقتراض تولي اقل بالنسبه والانعكاس على العام يكون على مستوى اقل، والملابس البنوك تكون زاده على مستوى اقل من سيف شباب مش في ضرهم لانهم في حاله لبس عليها. دونك مساله الاستثمار عفوا التدين الداخلي مره اخرى لازمنا نقراوه في السياق التونسي والعالمي نتاع صعوبه الاقتراض خارجيا. نعرفوا المنظومه الدوليه كيفاش تشتغل، هو جراسا اللي صار في 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 غزه ولينا نسالوا باكثر قوه المنظومه الدوليه كيفاش تشتغل. اون ساندين توس انه فما 5 دول في مجلس الامناء عندهم بريفيليج انجستيفي انهم وحدهم يصوتوا في الفيتو، لازمنا نشوفوا ايضا على مستوى المؤسسات الماليه العالميه اللي هي جزء جوهري في المنظومه الدوليه هذه، وين في صندوق النقد الدولي للولايات المتحده الامريكيه وحدها عندها دروا دو فيتو دو فاكتو، وعشرة دول الأغنى هي تمتلك الأغلبية هي اللي تخلي تونس اليوم تشوش تقترض خارجيا تعرض نفسها لوصفات اجتماعية عنيفة جدا وغير مسؤولة وغير مجدية للاقتصاد نتاعها. بالتالي والأمبريس والدول ثنائيا
تربط الافتراض نتاعها ميزانيه الدوله التونسيه باتفاق مع صندوق النقد الدولي. دونك هذا ضيق علينا بشكل كبير المجال نتاعنا بيان سور على بارتي دو مومون او السلطه التونسيه خيرت منها ما تكملش في البرنامج مع صندوق النقد الدولي. دونك هنا اون اي بوسي دون سيتين مانيير باش نقترضوا داخليا لانه معناها انغلق علينا المجال على المستوى التدين الخارجي. دونك فوالا جوست كلمه بركه على طارق سالني على النسب الجبايه راهو في الدراسه نتاع اوكسفام كان دراسه اقليميه مش تونس ما قدمناش جدول ظريفي للاجابه على السؤال نتاعك طارق. مالوريزمون احنا ما عندناش الشفافيه الكافيه او المعلومات حتى نجم نشتغلوا نعملوا دي سيميلاسيون ا سو نيفو لا دو بريسيزيون معناها. واضح. شكرا لك أمين بوزيان باحث في السياسات الجبائية والمالية على التدخل معنا.